وبشفاء. عسلامة صباح الخير، كيف العادة نصيحتنا في صحة وبشفاء. اليوم باش نحكيو على حاجة اللي هو الشوفان. الشوفان والناس اللي ممكن مفهوم العامي هو بما يعبر عليه بالقصيبة. القصيبة هي نوع من الحبوب وتستعمل في تغذية الحيوانات، لكن للفوائد العديدة ولتركيبتها بالعناصر العديدة والغذائية بالأملاح والفيتامينات الإنسان أصبح يصنعها، ولا بشوي بشوي للفائدة وخاصة لتركيبته بالفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية للجسم وكظاهرة، باش ما نقولش يعني كحاجة كيما الموضة، إني حاجة واللي نستعمل الشوفان خاصة في الرجيمات وفي التخسيس. صحيح نستعملوه للتصنيع مثلا أنواع من الخبز ما فيه من العناصر الغنية اللي المهمة لجسم الإنسان وكل كائن حي، حاجة اللي هي من الفوائد متاعه أنه يحافظ على كل ما هو توازن الأعضاء. أول حاجة الجهاز الهضمي، مش يحافظ على الغناء متاعه بالنسبة الألياف على الامتصاص متاع المواد الغذائية اللي جات الأطعمة والوجبة، يسيطر على كل ومهدئ لكل ما هو التوترات، وخاصة برشا ناس يعاني ويقول لك عندي الأعصاب في المعدة، دونك هو مخفض ومسيطر على كل التوترات العصبية الموجودة في المعدة، يحافظ على نسبة الكوليسترول الموجودة في الدم، كيف كيف يعالج كل مشاكل الجهاز الهضمي، غازات، جريان جوف، كل ما هو امساك، يقي من كل الاصابات بالسرطانات وخاصه سرطانات الامعاء. فوائد الشوفان للبشره، يعني الشوفان ابار انه هو ياثر داخليا على الاعضاء اثر خارجيا، يحافظ على رطابه البشره، سلامه من كل ما هو حبوب البثور وخاصه في التركيبه. وكانت عندنا وهذا تذكير انه احنا نصنع المواد التنظيف خاصه كما الصابون نجم نصنعوه يعني دياري في الدار. اضافه الشوفان ينجم يزيدوا الكميه حتى لثلاثه واربع فوائد خاصه في الترتيب وازاله القشور ولا إزالة الخلايا الميتة من الوجه، كيف كيف حاجة اللي هي مهمة نجم نفيدوه وخاصة الصغار اللي يعانيهم بكل ما هو الدود اللي موجود في الأمعاء ولا الانتفاخ من الغازات، إنه نستعمله ثلاثة مغارف في ماء مغلي يقعد ربع ساعة ونستهلكه لمدة ثلاثة أيام، ينجم يحافظ على كل ما هو التوازن وخاصة الحموضة الموجودة في الأمعاء. الناس كيف كيف اللي يبدأوا يعانيهم الجايف، يعني سهلة برشا، مغرفة في كاس ماء مع ربع ساعة ونشرب على خويا لمدة ثلاثة أيام، حافظنا على كل ما هو الاختلالات تنجم تجيب الجهاز الهضمي. كيف كيف اذا كان باش نستعمله في الرجيم، لكن لا افراط ولا تفريط. في الرجيم هو يكون في الوجبه اللي مش تكون يعني قبل ثلاثه وجبات في كاس ماء نشربوه، ينجم يعاون على الامتصاص باش كل المواد اللي مش ناخذوها في الاطعمه ما تمشيش تركيبتها للدهون والشحم. صحيح نستعملوه في صنع الحلويات، نجم نستعملوه في صنع الخبز، نستعملوه للاضافه في البسيسه، وينجم الانسان اللي يعاني يعني من كل ما هو خلل في الجهاز الهضمي نجمو نفيدوه. فوائد عديده للشوفان نستعملوه بتعديل وبتوازن. ان شاء الله فادتنا نصيحتنا اليوم في صحه وبشفاء، ومرحبا صحه وبشفاء.